وممكن حد يحمل وما يعرفش، ده بيحصل كل يوم، بيحصل ناس كتيرة جدا جن وهم بيدوروا على الحمل وكان الحمل في بطنها. النهارده معانا حالة هي اصلا ولدت وبترضع، تقول لك انا برضع على طهارة، يعني مفيش دورة بتنزل، بترضع فهرمون البرولاكتين عالي فموقف الدورة وحصل حمل على طهارة. مبروك. الله يبارك فيك. مدام ميسة منين؟ من السودان. مدام ميسة من السودان، عندك كام سنة؟ عندي 38 سنة. متجوزة بقالك قد ايه؟ 5 سنين. اصغر طفل؟ عمره سنة وشهرين. سنة وشهرين بترضع نظيفة. طب ايه اللي حصل خليكي جيت النهارده؟ صداع في ضربات قلب، اقل ما تشوط عمل وبدعم. وبتتعبي؟ ايوه. والكلام ده ما كانش موجود قبل كده؟ لا لا. فكرتي في ايه؟ استبعدت حمل. عندك احساس بالامان؟ ايوه. ان انا برضع؟ ايوه برضع نظيف. كتير جدا من اللي بيحصل لهم الحمل وخصوصا بيرضعوا حاسه بالامان، انه ما بيحصلش حمل، الحمل بيحصل في اي وقت وحتى الدوره واقفه ممكن يحصل. ايوه. يعني ايه الدوره واقفه؟ لان الفرصه للتبويض ممكن تحصل المره دي وبعد 5 شهور انقطاع دوره مثلا في الشهر السادس بدا يحصل تبويض. لو حصل جماع بالصدفه والبويضه موجوده هيحصل حمل بالرغم ان كان قبليه 5 شهور أو 6 شهور انقطاع دوره. في السابع كانت تنزل الدوره، حصل الجماع في وقت التبويض فكملنا على طهاره. انت عارفه انت حامل قد ايه؟ لا. حامل في 3 شهور وانت واقفه قصادي ما تعرفيش. اه والله ما اعرف. ايه رايك في الخبر ده؟ خبر حلو طبعا. حلو شديد. سبحان الله. اديكي حامل وثلاث شهور والبيبي لسه بيعيط معانا اهو. اسمه ايه؟ اسمه عبد الوهاب. اسمه عبد الوهاب. ايوه. هاتلنا عبد الوهاب. عبد الوهاب عنده سنه ونص. ايوه سنه وشهرين. عبد الوهاب شفت ماما حامل في بطنها شايلاك وشايل اللي جوه، تخيل بقى. شفت الام بتتعب قد ايه؟ شفت شايله؟ يبقى لنا 3 اهو. ربنا يقويكي. اللهم ويفرحك. اللهم وبس. كل الناس انتظروا، كل يوم في فرحه، كل يوم في امل، كل يوم في حدوته مختلفه جديده عشان نبعث الامل في نفوس البشر.